عبد الله بن أم مكتوم، من هذا الذي عتب فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات؟ من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين وعلى قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ إنه عبد الله بن أم مكتوم، مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن أم مكتوم مكي قراشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. أما أبوه فقيس بن زائدة، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وعانى من آذى قريش ما عاناه أصحابه، ولا فترت له حماسة ولا ضعف له إيمان، وإنما زاده ذلك استمساكا بدين الله وتعلقا بكتاب الله وتفقها بشرع الله وإقبالا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها، بل كان إلحاحه على ذلك يغريه أحيانا بأن يأخذ نصيبه من الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيب غيره. وقد كان الرسول صلوات الله في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، واتفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع في أن يستجيبوا له أو أن يكفوا أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله وتأييد لدعوة رسوله. وما إن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه معهم إلا وقد نزل عليه قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. 16 آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم لا تزال تتلى منذ نزلت إلى اليوم، وستظل تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولما كلبت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه واشتد أذاها لهم، أذن الله للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يترددان على الناس ويقرئيهم القرآن. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين يصدعان بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات ويدعوان الناس إلى خير العمل، فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال، وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم
أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 12 مرة، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة، وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من أي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين لينشط المجاهدين إلى الجهاد، فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه، فما أسرع أن استجاب الله جل وعز لدعائه. حدث زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت إلى جنب الرسول صلوات الله عليه فغشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فما انقضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، ثم سري عنه فقال: اقرأ ما كتبته يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال: اكتب غير أولي الضرر. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم، وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله ابن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبار الأمور. فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة تزيل ملكهم وتفتح الطريق أمام جيوش المسلمين، فكتب إلى عماله يقول: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو رأي إلا اتخذتموه ثم وجهتموه إلي، والعجل العجل. وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل حدب وصوب، وكان في جملة هؤلاء المجاهد المكفوف البصر عبد الله ابن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص وأوصاه وودعه، ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله ابن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته، وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها. والتقى الجمعان في أيام 3 قاسية عابسة، واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا، حتى انجلى اليوم 3 عن نصر مؤزر للمسلمين، فزال عرش من أعرق عروش الدنيا، ورفعت راية التوحيد في أرض الوثنية، وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء، وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله بن أم مكتوم، فقد وجد صريعا مدرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين. العبرة، العبرة اللي ممكن ناخدها من قصة سيدنا عبد الله بن أم مكتوم إن إحنا نجعل راية الإسلام هم من ضمن هموم حياتنا. رفع راية الإسلام هو أهم المسلمين الأوائل، هو أهم أهل الجنة. أهل الجنة دينهم أغلى حاجة عندهم، فإما كنتيش زيهم يبقى راجع دينك تاني. عايزين نستمد قوة الهمة من سيدنا عبد الله بن مكتوم، هو بيبلغ لنا رسالة ازاي يكون عندنا همة ناحية ديننا حتى ولو كنا معذورين، وان ازاي ممكن نقدر نقدم للدين حتى ولو ما كانش عندنا امكانيات. هي دي الرسالة اللي جابها لنا عبد الله بن أم مكتوم، عشان الدنيا ما تاخدكيش قوي، والرسالة اللي هو بيبعتها لنا نفكر فيها تاني، بيقولك انا كفيف وعملت كده، انت بقى عملتي ايه؟ وتعرفي ان هو زي ما هو مات انت هتموتي، بس هو مات وهو حامل راية الإسلام، ويا ترى انت هتموتي وانت كنت حامل هم ايه؟
وانت كنت شغلة قلبك بيه؟ وانت كنت بتقضي وقتك في ايه؟ وانت كنت بتعملي ايه في اللحظة دي؟ جالك ملك الموت وانت في اني حالة؟ حطي في دماغك اللقطة دي واعملي لها، اسرحيش عنها، هي جاية، اكيد جاية. اللهم الطف بنا يوم ما يأتي ملك الموت لقبض ارواحنا واحنا في وضع لا تحبه، مشغولين بحاجة ما انتش خلقنا ليها. اللهم اشغلنا بما تحب، واجعلنا كما تحب، وحبب إلينا ما تحب. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.